دخلتي والله دخلتي هنا والله اللي خاف ما قد يدخل جاي ولادي صغار لفاتت مني والله كاريان دار حمزين وهذا راه شرا فايته قول لك 40 عام ولا انا بعدا كنعقل على 120 عام دابا انا زياد 96 انا راه عين اخويا تقولنا بغينا نتحولوا بغينا نحيدوا ما يجيوش يريبوا لينا البلايص في السوق يحيدونا حنا يحيدونا معنا وليدي مرتين معدلين مضيقين وليدي وحشك وحش وجهك الطوبة ما ساكنين معانا يقطعوا لينا الضوء ويحيدوا لنا الضوء ويحيدوا لنا الماء ويحيدوا لنا الضوء ويحيدوا لنا كل شيء اش غنقول لك اولي زعما محنين حنا مقطعين محنين شي جاية شي 50 عام ولا 60 عام وانا كاين هنايا وانا ساكنه هنايا في الدار هادي حتى حاجه ما كاينه حتى حاجه ما بانت لينا والو والمساعدات ما كاينينش حتى حاجه ما كاينه ما عندك اوليدي محنين كرطين مرمدين حاجه بحاجه وجهك الزبانه تكرفصنا والله وليدي مرضي يرضي عليكم ويسال عليكم اوليدي مع الوالدة وراضي معي قالك تبا باقي بجواش مع حسين حسين عمك فشوف الحالة في كي عايش أنا ورا ما قاينا جاد جاد الله الله ينصر للمريك أنت أخويا أنا فين تنسكن هنايا في الكوزينة في لابابو في الثلاجة في هنايا فين تنعيش أنا وثلاثة الولاد وباهم أنا فين تنعيش هنايا حاليا انا ما عندي فين تنعش نعيش هنايا تنفرشونا وتنعسونا فينا الشتا فينا البرد فينا كلشي فين تنعيش حاليا هنايا كلشي عندي هنايا تنطيب هنا كلشي تناكلو هنا كلشي هنايا كلشي هنايا طواليت حنا عايشين فيها ثلاثه العائلات انا والعدوسي ولوس ديال الصدا ديال الصدا دايره فيها حوايجي حوايجي اللي كنلبس سلوم ديال السدة هنا ندير فيها حوايجي ودير فيها الملبس وما نضيف انت اللي تنعس بيهم صاف هادي شنو تيلا هادي هي السكنة بغينا نتحولو عينا بكرسان تصور هنا نشوف كيدير